سلام على الأحباب في القرب وفي البعد، سلام عليكم كما هب النسيم على الورد. عندما نتكلم عن علاقة الموسيقى أو الغناء بالعلم الصوفي، نفكر في الممارسة اللي نوجدوها في الجمع، ألا وهي السماع. يعرف هذا النوع من الغناء الصوفي أنه انسحاب من العالم المادي للتقرب من الوجود الإلهي والبحث عن حبه المطلق. أتقن المتصوفون هذا النوع من الغناء باستخدام تقنيات صوتية وتنفسية، وذلك للتحكم في أجسادهم وتوازنهم العاطفي حتى الوصول إلى حالة من النشوة. تطور الغناء الصوفي مع مرور الوقت، وصارت هناك حلقات إنشاد وذكر، واشتهرت الحضارات الصوفية في الدول الإسلامية عبر العالم، وصار لكل طريقة صوفية أشعارها الخاصة وأسلوبها في الغناء. ففي الجزائر ترددت النغمة الموسيقية الأندلسية والجملة الموسيقية الراقية والمعبرة بطبوعها المختلفة والجميلة، تارة في النوادي والجمعيات، وتارة في الزوايا وحضرات الذكر، وحتى في الجلسات الروحية النسوية. هل نستطيع أن نضع الفرضية الآتية؟ بما أن النشر والتعليم وبالتالي المحافظة في الزوايا كان يخص العديد من التلاميذ، إذن كان النشر أوسع، عكس ما كانت عليه في طريقة توصيل وتعلم الموسيقى الأندلسية والحوزي التي كانت تنتقل من الشيخ إلى التلميذ الواحد. نلاحظ نهضة كبيرة في الميدان الصوفي في مستخانم تقريبا في نفس الوقت، أي في القرن 19، فنجد الطريقة السليمانية، الطريقة البوزيدية، الطريقة العلاوية، كما نذكر الشيخ أو الأب الروحي الذي جعل الأرضية الروحية في مستغانم، ألا وهو الشيخ بن تكوك رحمه الله. وإذا تباعدنا قليلا في الأزمنة التي سبقتهم، أي ما بين القرن 15 و16، ليس بعيد عن مدينة مستغانم، نجد الشاعر الذي أبرع في ذكر الله والصلاة على النبي المختار، ألا وهو سيدي الأخضر بن خلوف. واليوم رايحين نستمع جزء من إحدى روائعه بالصوت الشجي للفنان أمين حوكي. أحسن ما يقال عندي بسم الله وبيك نبدا، حبك في سلطان جسدي ما عزك يا عين وحدا، مثل النحلة اللي تسدي تبني شهدة فوق شهدة، يا محمد انت سيدي صلى الله عليك الابدا. فنان أمين حوكي، مرحبا بك في برنامج جاركا. بسم الله والصلاة والسلام على حبيب الله. بادئا ببدء السلام عليكم ويعطيكم الصحة على الاستضافة. فنانتنا المتألقة السيدة ليلى، يعطيك الصحة ونشكرك على المجهود اللي راكي تقومي به للحفاظ على الفن والأصالة. شكرا أمين، لازم نعيط لك باش دير المقدمة انت، ماشي انا اللي ندير المقدمة. أمين، جيتنا من مستغانم ونحيي كل الناس مستغانم، عارفين باللي الموسيقى الأندلسية والشعبي حاضر بقوة في هذه المدينة وهذا المنطقة. تكلمنا أيضا على الأشعار الصوفية وعلى علاقة الغناء الغناء بعلم الصوفي، يعني هل الزوايا عندها دور اللي تلعبوه باش تحافظ على ربما بعض الألحان اللي نفقدوها أيضا في الموسيقى الأندلسية، ربما
بعض الأحيان نوجدوها في الزوايا. هل في في مستغانم يعني نأدي بزاف الأشعار الصوفية في الجمعية أنت يعني التحقت عفوا بعدة جمعيات، هل يعني في مشوارك وفي تكوينك أديت عدة مرات الأشعار الصوفية وخاصة القصائد المستغانمية نقدر نقوله؟ بالفعل بالفعل، مدينة مستغانم للعلم أن فيها تقاليد، وما بين هذه التقاليد هي الزوي، مثلا الزاوية العلوية للشيخ العلوي خلى قصائد، الشيخ بن طب جيتاني رحمه الله، هذو القصائد تحهم قاع يتأدوا في الجمعيات، بزيادة عن النوبة الأندلسية نأدوا المدائح الصوفية. إذن يعني ماشي غير في الزوايا، حتى في الجمعيات الثقافية. قلت باللي أنت انضميت لعدة جمعيات، كنت بديت أول تكوينك في جمعية نادي الهلال الثقافي، من قبل كان يسمى بنادي الهلال ومن بعد زادت هذا التسميت الثقافي في التسعينات، اللي انضميت لنادي الهلال الثقافي. الأب تاعي هو اللي دخلني للجمعية، هو كان عضو في الجمعية، وكما يقول لك هو سيتاميلومان، هو محب للأغنية الأندلسية، فدخلني للجمعية اللي هي جمعية الأم وتلمت تما. وكان فيما يخص الغناء كان الأستاذ الشيخ حميدية هو اللي اكتشف فيها موهبة الغناء، أستاذ محمد حميدية هو الأستاذ للشيخ المولاي رحمه الله، الشيخ المولاي بكريزي. وتميت في نادي الهلال حتى لسنة 98، وين من بعد انضميت لجمعية الفن والنشاط. الفن والنشاط، ومن بعد انتقلت إلى جمعية أخرى. ولكن كي كان في عمرك كنت صغير ديت جائزة أصغر مغني، يعني جائزة أصغر مغني، كانت في أي سنة؟ 96 في مهرجان الحوزي بالبليدة. أمين، جائزة خاصة. جميل جدا، يعني من بعد نكون نشوفوا باللي انت درت عدة يعني مسابقات، ولكن بديت كنت صغير. يعني درت مسابقة ونلت جائزة أصغر مغني. هل يجب أن المغني يعني في الأندلسي أو في الشعبي، يعني كل هذا الطبوع اللي تتقارب على الموسيقى الأندلسية، هل يجب أن الواحد يبداها وهو صغير ولا حتى يكبر معليش يقدر يتعلمها هو كبير؟ يعني كاين بزاف الناس اللي مدى بهم يتعلموا هذا الفن والموسيقي، ولكن يقول لك راني كبير بزاف لو كان تعلمته كي كنت صغير. هي الاولياء اللي يحبوا يدخلوا اولادهم للموسيقى الاندلسيه من الاحسن يدخلوهم مع السنه الاولى ولا السنه الثانيه، هكذا باش. علاش في رايك زعما؟ كيما كيما الموسيقى، يعني كيما الرياضه، كيما يحكم اكثر. بالك بالك. انا نظن باللي حتى كي يكونوا يعني باش نشجعوا حتى الناس اللي كبار ويحبوا يتعلموا الموسيقى الاندلسيه، ما يقولكش يعني صيفتني الوقت، انا ماذا بيا حتى الناس اللي كبار يتعلموا الموسيقى الاندلسيه. وربما انا شخصيا يعني نتكلم عليا انا شخصيا، كاين بعض الاشياء اللي فهمتها حتى كي كبرت، يعني كنت صغيره تعلمتها ما كنتش نعرفها، ربما حتى كي تكون كبير تكون عندك. بالفعل احنا ما زلنا نتعلموا. سيداتي احنا بدينا نتعلموا من الصغر، ولكن الى يومنا ما زلنا نتعلموا. اذا انت احتكيت بالجمعيتين وتعلمت بزاف في النوبه، يعني بديت بالنوبه. الجمعيه ابن باجة. اي ابن باجة هي الثالثه. ولكن نشوفك اليوم نعرفك بزاف ايضا في الشعبي، وين بديت تتعلم؟ يعني وين حبيت الشعبي الاكثر؟ الشعبي على كل حال اكتشفته في جمعيه الفن والنشاط، هي كما يقول لك جمعيه كانت تكون في الاغنيه الاندلسيه وايضا في الاغنيه الشعبيه. وكما يقول لك تما اكتشفت الشيوخ تاع مدينه مستغانم، والفضل يعود للشيخ بن عطيه اللي هو كان يشجع الشبان وكان يطلعهم للخشبه مع شيوخ كبار. ولفنا ديك لاسان هذيك من جوناج كما يقول لك ولفناها.
اليوم ماذا بينا نبداو بمقطع في النوبة، يعني كانت بدايتك في النوبة وماذا بينا نسمعوك أولا في في النوبة. راح تقدم لنا نصراف حسين إن شاء الله. يا من قد مالكني، يلا برفقة الجوق تحت قيادة السيدة ليلى الكبير. حبك
ذكرها في قلبي ما بين الأنام نبقى غلامك أترك دلما سيدا محل العشية تفجي هموم قلبي تجني علي بس ما شبه التورية جلس حد جنبي سقي غزالي خمر الدوالي في كاس من محل العشية ومحلى سهرتنا وقعدتنا اليوم معاك أمين، يعطيك الصحة على هذا الأداء بكم أنتم وبالجوق تحت قيادة السيدة ليلى الكبير. يعطيهم الصحة. كنت أنت كنت مع جوق يوم ما بقيادة امرأة في الفن والنشاط السيدة بوجلة صابرينا الأستاذ بن عطية كان يشجع بزاف شباب باش والجوق النسوي والجوق النسوي محل العشية مخيلص كما تقولون انتوما مخيلص اللي نوجدوه في كل المدارس وشباب بزاف ونلقاوه في الشعبي يعني جميل جدا هذا المخيلص نلقاوه في كل المدارس وكل الانواع الموسيقيه المقتربه للموسيقى الاندلسيه. امين انت كنت اذا في جمعيه ابن باجا اولا في فن ونشاط ومن بعد ابن باجا، ولكن ما بين فن ونشاط وابن باجا سجلت روحك في عده مسابقات ونلت عده جائزات. الجائزه الاولى في 2005 في مركز ثقافي شراقة في شراقة، ومن بعد الجائزة الثانية في 2005 2006
مهرجان الوطني لأغنية الشعبي. الجائزة الثانية. احنا كما دبينا تدي الجائزة الأولى على كل حال. مكتوب الله. أمين شوفوا كاين بزاف شباب اللي سجلوا روحهم في هذه المسابقات، ولكن نقدروا نتسألوا إذا هذه المسابقات رايحين يشجعوا ويساهموا في تشجيع الشباب ولا العكس؟ أنت واش يعني هذه المسابقة شجعاتك ولا العكس؟ يعني قالت لك قلت بون ما أنا ما نتكلم على نفسي ولا على نفسك بالطبع على الشبان اللي فاتوا معنا. حنا فتنا في ذاك ديك المسابقة اللي تحصل على الجائزة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو حتى الجائزة العاشرة، ولكن بعد ما كاش كاين مواصلة. أمين في هذه المسابقات هل كنت تأدي يعني أشعار في الشعبي أولا في الشعبي في الملحون، ولكن هل كنت أدي أشعار من مستغانم ولا يعني ربما أشعار في الحوزي؟ نعم خاصة من مدينة مستغانم. باش تبدل مستغانم. أنا ماذا بيا اليوم لو كان يعني نقدروا نغنوا ثنائي ونغنوا شعر من مستغانم. إن شاء الله إن شاء الله نغنوا ثنائي وإن شاء الله نسجلوا ثنائي. إن شاء الله إن شاء الله. وماذا بيا أنا كاين مقطوعة اللي نحبها بزاف والشعر اللي نحبه بزاف هو محمد صفاك الباري وماذا بيا للشيخ العلاوي، وماذا بيا لو كان نغنيوه مع بعض إن شاء الله. يلا برفقة الجوق. محمد اصطفاك الباري، محمد اصطفاك الباري، محمد اصطفاك الباري، بالقلب نمد حاك واللسان عواج وصف الحبيب بغينا مجدك يا طه واللفظ ما يساعد وصفه، بعض المديح فيك سفاه لمثل قصر عن مثله، جات النجوم فوق سماها صري ضعيف ما يطرق تظهر من بعيد نظري، تظهر من بعيد فنظري مرفوع كتريا كوكب وهاج، محمد بالقلب نمدحك والليسان عواج وصف الحبيب فوق السواري، بالقلب نمدحك والليسان عواج وصف الحبيب فوق السواري. يعطيك الصحة أمين، أنا هذا المقطع نحبه بزاف وربما عمرك ما سجلتو هذا المقطع. أديته ولكن ما سجلتوش. إيه؟ أديته كما أداوها معظم شيوخ تاع مستغانم ويأدوه ثاني في مدينة تليمسان بزاف. نحبوه بزاف نحبوه بزاف. أمين أنت عندك عدة ألبومات، سجلت ست ألبومات الله يبارك، وإن شاء الله المزيد ان شاء الله ان شاء الله. امين في برنامج جاركا ديما فيه خبير، وخبير اليوم يعني شيخ، نقدروا نقولوا عليه الشيخ، وشخصيه
في مستغانم واللي كان أستاذ ديالك وأستاذ عدة فنانين معروفين على الساحة الفنية. الأستاذ نور الدين بن عطية نستقبلوه برفقة الجوق. أستاذ بن عطية مرحبا بك في برنامج جاركة. بارك الله فيكم وشكرا جزيل الشكر على هذه الاستضافة اللطيفة. شرف كبير أنك متواجد معنا وإحنا نعرفوك كشخصية كبيرة في مستغانم. العفو العفو العفو. أستاذ بن عطية أنت كيفاش نقدروا نقولوا أستاذ باحث في الموسيقى قائد جوق مغني العفو فنان يعني كل الصفات. العفو والله العفو. أستاذ بن عطية في مستغانم نعرفوا بزاف أشعار سيدي الأخضر بن خلوف وإحنا ماذا بينا شوية تتكلمنا على علاقتك بالشعر بن خلوف والملحون عامة. طيب. فيما يخص الشعر الملحون الجزائري لازم نعرفوا باللي كل الأساتذة الجامعيين والباحثين والمهتمين بهذا اللون الفني متفقين باللي أقدم النصوص في هذا اللون ترجع إلى القرن السادس عشر لعهد الأخضر بن خلوف. حذري، هذا ما يعنيش باللي قبل بن خلوف ما كانش كاين الشعر، وبن خلوف بحد ذاته يخبرنا في بيت من قصائده حين يقول: إذا توفيت لم حالة لم جد بقصائدي مدحته، هذه من جدودنا سلالة منهم هذا السعاورته. نكرر: إذا توفيت إذا مثلم حالة لم جد بقصايدي مدحته، رسول الله بقصايدي مدحته، هذه من جدودنا سلالة منهم هاد السعة وردته. نهديه لصاحب رسالة من قلبي اللي ما نسيته. عند وفاة بن خلوف نكتشف باللي المرحوم ترك لنا منبع تاع الشعر الملحون ليجعل أن يكون مش أقدم شاعر وأكبر شاعر في الملحون على مستوى المستغرم المحلي ولا على مستوى الجهوي ولا على مستوى الوطني، لكن على مستوى المغاربي وجوارينهم بدراية في هذا الموضوع. على كل حال لازم نعرفوا باللي شعر الملحون الجزائري حاليا منذ قرون مع كثرة الشعراء يشكل نوع من عمود فقري، نوع من قاسم مشترك لعدة ألوان وطبوع غنائية جزائرية، على رأسهم أقدم لون اللون البدوي، اللون البدوي الوهراني، اللون البدوي الصحراوي الياياي، الحوزي، العروبي، الشعبي، الوهراني، فرع من السمع تكلمتوا عليه سابقا وفرع من الراي. والميزة الكثيرة الكبيرة، الميزة الرائعة اللي كل الناس تعرفها وتجهلها في نفس الوقت، وهي أن مثلا يلا نقوموا برحلة مع بعض، ننتقلوا من تلمسان نمشوا مباشرة للديوان تاع سيدي محمد بن مسايب ربي يرحمه، نختاروا يا الوشام، تخير عليك سايس العذراء لا تديها يا الوشام. تخيلي يا مدام ديك الأناقة وديك القوة تاع الشيخ العربي بن صاري كيفاش يؤديها باللون التلمساني بالإيقاع الملائم بواحد الراحة كبيرة. نمشيو شي كيلومات زيادة نوصلوا للمستغانم، نزوروا شيخ حمادة، شيخ حمادة يحكي بنفس القصيدة يا الوشام، يحط القلال على رجله بواحد القوة بواحد الشهامة يؤديها للجمهور البدوي نتاعو. من المستغانم يلا نمشيو مثلا عند عمران، الشيخ عمران تاع الغوات، الشيخ عمران تاع الغوات انا سمعته يا الوشام يديها بطابع صحراوي. واحد الاناقه ما نجيبش نقول لك، من عند الشيخ عمران نطلعوا عند الشيخ دخله مبارك في عنبه مثلا يحط الكمات على رجليه ويصيح صيحه عنبيه حتى القسنطينه.
من قسنطينه نرجعوا للغرب الجزائري سيدتي، نمشوا لسيدي بلعباس مصطفى بن ابراهيم، يا منى معظم زينك يا منى، قصيده رائعه. واللي يعرفها للجمهور في اول مرحله الحبيب الطاهر، عندنا مطرب شعبي ربي يزودها بالرحمه والمغفره، نجاح كبير بها. رهيق خضع نفس القصيده المطرب لدين كاروم هنا على مستوى العاصمه في اللون الشعبي كما الحبيب الطاهر، نسلموا عليه فنان قادر في شكل شعبي. يا منى معظم زينك يا منى، نمشي عند الشيخ منور بلجا في غليزان متنع في طابع بدوي، يؤديها بواحد الصفه رائعه. من عند الشيخ منور بلجا مثلا نمشيو للمسيله عند الشيخ مرنيز بطريقه صحراويه، يعني الله يبارك. من عند مرنيز نطلعوا الجزائر العاصمه، نجو هنا عندكم. عند من نمشيو عند عبد الرحمن جلطي لأديها في لون رايوي، في لون شباني. شوفي ونختموا الجوله تاعنا، رانا في العاصمه، نرجعوا لعاصمه الغرب الجزائر وهرن الباهيه عند اسد وهرن المرحوم الاستاذ المرحوم حميد احمد وهبي، يا منى معظم زينك يا منى. راكي تشوفي بفضل قصيده واحده نستطيعوا نعملوا جوله سياحيه عبر كل الجزائر، وهذه ميزه سيدتي الكريمه. انا والله مانيش باحث كبير ولا، لكن نهتم بهذه الامور هذه. انا ماذا بيا انت ولا كاش واحد من المتفرجين الاكارم يفيدني، ينعت لي بلد على مستوى العالم، على مستوى الكره الارضيه، الاشقاء العرب ولا اللي تحبه اللي توجدي عندهم هذه الميزه. اذا القصيده الملحونه اصبحت ماده طيعه في يد الملحنين، هذا الشيء مهم. والقصيده الملحونه تشكل اسمنت قوي في باب تجسيد العلاقات ما بين البادي والبلدي، ما بين الغربي والشرقي، ما بين الشمال ما بين الجنوب، هذا الشيء رائع مشترك. نعم شكرا استاذ بنعطيه، هذا الشيء احنا يفرحنا واحنا فخورين بهذا الشيء، يعني ان الشعر الجزائري ينتقل من بلاد الى اخرى، كبيرة. ومن نوع موسيقي الى اخر، وبايقاع الى ايقاع اخر. شيء جميل من لون الى لون. ومادام لي نتكلم على الخصائص تاع الشعر الملحون، انا شهدت انا من المتتبعين تاع الحصه دي جاركا، شفتكم ناقشتوا فيما يخص الشعبي، لان شعبي يتغدى من الملحون، وان الشعبي احنا يهمنا في مصغالم، لان مصغالم مشهوره ومعروفه ب مصغالم عندها نوع مدرسه شعبي يعني خاصه بها. الشعبي اشتوالي شفتكم ناقشتوا، يعني الشعبي يرتكز على النص الشعر، على الملحون اللي نتكلموا عليه. بدون قصيده ملحونه ما يقدرش يكون الشعبي. واش نعسفوا روحنا بلا 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 بلا, بلا نص شعري؟ مستحيل. الشعبي يرتكز على النص الشعري. والسؤال اللي طرحته وين يعني الزاد الشعبي وين كذا، لو تعملي جولة عبر الولاية الوطن وتقومي بصبر الآراء، تطرحي سؤال وين زاد الشعبي كذا، الأغلبية ونحن منهم يقول لك باللي شعبي اللون عاصمي، وبالفعل اللون عاصمي ما عندهاش فكرة، لأن من قادم الزمان الجزائر العاصمة عندها شيوخ كبار، عندها عاسفين كبار ونتحوا لهم، والجزائر عاصمة عاصمة. لكن عند تقصدي نسميهم أنا الميازين، طرحي عليهم سؤال تقول لهم شعبين وين زايد، مادام احنا نعرفوا مادام نعرفوا باللي القصيدة الشعبية ترتكز على النص الشعري، الملحون وين زايد؟ في مصغالي. معليش كاين شي ميازين يقول لك، كي تقول لك كي تطرحي عليه السؤال تقول له شعبي ويزاد، ينعت بالصباح كمصغالي. وما بين هذا الميازين نذكر الشيخ الجلالي عين تدلس ربي يزوده بالرحمه والمغفره، راجل صاحبه ثقافه شامله واسعه وصاحبه كاريزما. واحد المره متحدث انا وياه فيما يخص هذا الموضوع، ويزاد الشعبي قال لي نرضي يا وليدي اسمع مليح، قال لي الفن الشعبي يعتبر كالحبة تاع الولاد الجاج، تولدت في مستغاليم داوها للعاصمة حضنوا عليها تما وفكست تما. استاذ بنعطي احنا ماذا بينا نقعدوا يعني اون بي. لا نسام اون بي، بصح مادام انا من الناس اللي متفق باللي الطرب شعبي اللون عاصمي.
والشعر الاندلسي واش يقول لك يا مدام؟ انا نبدا وانت كملي. جول جول ترى المعاني، تجد في النهر ما لا تجد في البحر. انا اقول لك سيدي وانت عارف قدري، وذاك الحبق من عندنا سبق. يلا يا سيدي ماذا بينا نسمعوك في برنامج ثاني ان شاء الله. واش راح تقدم لنا امين؟ نقدم قصيده للشيخ بالعباس اللي هي يا الهي تبدل حبي بحبها. يلا نسمعوك برفقه الجوق. سلبتني بالجمال والقد القتال والحجبين هلال العيون شهيدة سلبتني بالجمال والقد القتال أو الحجبين هلال والعيون شهيلة شهيلة نترجى الوصال يا وصيفة لوزان رجال وصال يا وصيفة لوزان طال علي يد الحال ودموعها طيلة هيا ليل يا ليل بقيت نشبه التمثال تمثال قيسوني لا ويا إلهي تبدل حبي بحبها عافيني وبليها بالحب يا كريم بغيت صدها بالغرام الوعر مشي اللي سليم عذاب قلبي يا الله ردوا لقلبها تعرف العشق اللي يهب من حليم يا إلهي تبدل حبي بحبها عافيني وبليها بالحب يا كريم
شنقها كي شنقت وبكي صوتها بالمحنة وتزيدها الهبة عليها ربها تسال فاض وادي وحمات القيلة وخليت حمل عليها وادم حين صوتها وبليها ولا تطبها كل والم يفني قلبه على الوليم حب دارك ولا تدري بعيبها بغيت خاطرها يا اللي تقسم وقسيم كيف جلبت عقلي خراب جلبها هذي رجال بالخاطر ما طالب الحكيم يا إلهي تبدل حبي بحبها عافيني وبليها بالحب يا كريم المخنت في تخنات وعد غضبان كيف تبعته يتبعني ورا يصير دفت نوب المحنة وتزيد له المحن باش يندم ويدنق فرقة الحبيب كيف ما سهرني نبغي بات سهران ينجرح في جسده ولا يكون طبيب كنت والع بيها راضي بعيبها خاطري اتقسمو والفي والاقسيم ما ترضى عليا حتى وجبها انا حاسن في طفلة زينة البرين هي دايم ربي كتره ولا لا تخلي حق المظلوم في الظليم يا إلهي تبدل حبي بحبها عافيني وبليها بالحب يا كريم
تبدل حبي بحبها عافيني وبليها عافاكم الله يعطيك صحة أمين على هذا الأداء. شفنا يا إلهي بمرمة ولم ندبرها مثل الفرقة كيفاش يعني كان ما كانش فيه المرمى هذا يا إلهي وخدوا منه مرمة لم ندبرها مثل الفرقة. هذه على كل حال أداها شيوخ قدم في مصغاليم على أصوم الشيخ حبيب بن طاهر رحمه الله, أدها تاني غلام الله عبد القادر وانا عاودت يا ربي يعطيك الصحة. على كل حال احنا نشوفوا بلي عندك البصمة ديالك, يعني أدائك خاص بيك, وكاين بعض الفنانين اللي كي يبدأوا مسيرتهم الفنية يبدأوا يقلدوا ربما شيخ ولا فنان اللي معروف على الساحة الفنية, ولكن تنظن أنك كانت عندك البصمة ديالك من البداية ما نحسوش باللي فيه تقليد. وش رأيك في هذه الظاهرة؟ يعني هل التقليد يساعد الفنان في البداية ومن بعد لازم عليه يأخذ شخصية دياله, ولا ربما أن كاين بعض الناس اللي ماشي متفقين بالتقليد؟ لكل حال التقليد حاجة عادية, واحد يكون يحب يكون صغير يكون جان يحب فنان يقلده ومن بعد يكون الشخصية تاعه لازم يكون الشخصية تاعه. وكاين تاني كاين يا للأسف اللي ما نجموش يخرجوا على هذيك قعدوا في التقليد وما قدوش يكون عندهم شخصية. أستاذ بن عطية وش رأيك في هذه الظاهرة؟ والله أختي الكريمة هذا موضوع هام, وبصفة عامة ما يخفاش عليك باللي الرأي المعاكس فيه بعض المرات الفوائد. هذا المشكل تاع هذا الموضوع تاع التقليد لازم نرى فيه من عدة زوايا. الحالة الأولى هي سهلة كما تفضل سي أمين حوكي, شاب عندما ينطلق هاوي حاجة عادية مسموح له يقلد. الحالة الثانية هو نفس الشاب له ولع وصلح المستوى يعني لباس به, نطلبوا منه يفتش باش يخلق شخصية لنفسه. الحالة الثالثة وهي نحن نشجع المقلدين, لكن بشرط حنا هذا الشباب تاع اليوم والله نلاحظوا كلنا عندنا هذا عدد هائل من الشبان وشابات تاع أصوات على مستوى الحركة الجمعية الحركة الجمعوية, على مستوى يعني المهرجانات اللي الشبان اللي ظهروا عدد هائل. هادو احنا نشجعوه باش يقلدوا, بصح بشرط نطلبوا منهم خاطر التقليد ما يكفيش, صوت جديد يتبعوا وجه جديد ولازم يتبعوا إبداع جديد إنتاج جديد. وإحنا في الحالة الثالثة إلا نشجعهم ونقول لهم قلدوا نقول لهم شوفوا مثلا بعد الاستقلال مثلا كيس قلينا نعطي مثال حجرة بحث رياسة والمطربة سلوى ربي إن شاء الله يطول في عمارهم بالصحة والراحة, تقدموا بأصوات جديدة وجوه جديدة وإنتاج أغاني جديدة داروا أسف. نروحوا للأغنية العصرية عبد الرحمن عزيز محمد العماري نورة ربي يزودهم بالرحمة والمغفرة, هادو كلهم تقدموا دخلوا للساحة بأصوات جديدة وجوه جديدة وإنتاج جديد, دبروا على الكتاب دبروا على الملحنين وتقدموا وداروا البصمة نتاعهم. نمشوا غير هنا مؤخرا يعني في الحان وشباب راكي استضفتي الحاجة ناديه بن يوسف الله يبارك وعيدة فنانين, هادو ناديه بن يوسف ما يكفيش الصوت عندها فيها راس نتاعها اللي جات به. اذا الحاله الثالثه احنا نشجعوا هاد الشبان والشابات ونقول لهم انظروا وعملوا كما عملوا الاولين. انا كانت لي واحد الحوار مع واحد الشاب كل ما نسمعوا ها شهيله العياني ها برارجها, قلت له صاحب ولدي ما لازمش نفرطوا في هذه الاغاني القادمه لازم نحتفظوا بها, ها انت كاع العام سامي برارج شوفي شهيره العياني وبالفرحه تختمها بثلاثه زهوه ومراحه, ها تحرك شويه انتج شو حاجه جديده يليق لك. والحاله الاخيره والرابعه احنا نأيدوا المقلدين, مثلا نروح للون الشعبي, في اللون الشعبي مثلا عندنا الحاج محمد العنق الله ربي يزوده بالرحمه والمغفره,
بجانبه احنا نعرفوا باش ما نطولش. عندنا الهشماويين المدرسة تاع العنقاويين الهشماويين الزهوانيين هادو بكثرة، وحنا نشجعهم باش يبقاو في 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 ديك التاريخ. خاطرش نعطيك مثال، هذه 40 سنه ولا اكثر ملي توفى الحاج محمد العنقه، تخيلي كون ما حتى واحد ملي توفى ما قلدوا، ما زيدوش يسمعوا به كامل. وزيدك وحده باش تقلدي الحاج محمد العنقه ربي يرحمه، ولا الهاشمي قروابي ولا عمار زاهي، هاكي حارك جماعه راهم حاسبين حاجه سهله. والله إلياس كون أبل في جانب آخر سكو جابل موا دي ماتريس دو ريبرودكسيون ارتستيك و فوتور في باب التقليد. التقليد ماشي سهل. عندك زوج فنانين استضفتيهم هنايا في هذه الحصة الجميلة، حمان القبي وشعر عبد القادر، هادو عمالقة في الفن الشعبي، ربي يبارك لهم في صحتهم في كل ما عطاهم في فنهم إن شاء الله. هادو زوج فنانين أنا ما نعرفش الناس تستطاع تقلدهم، وتفاجأت وتبسمت عندما سمعت النداء تاع حمد القبي في هذه الحصه ويتكلم مع ذاك الحمدي تاع عنابه الشاب اللي قلده ويقولوا له انا لما طرحت عليه السؤال قال انا ما نحبش، انا نقول له حمان خليه يقلد ما كانش حمان مش سهل باش تقلديه مدام، مش سهل وشاعو يبان للناس باللي شاعو بالصدفة. مانيش عارف هادو زوج كانت كنت يعني على بالك ما يقلدوهمش بسهولة، شاعو عبد القادر ودحمان القبي. أنا نقول دحمان اللي راه يسمع فيا وسلم عليه إلا كان في الاستماع، دحمان خويا خلي الشاب يخدم وسجعوا. إن شاء الله واحد النهار نلقاو مطرب يقلد أمين حوكي. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أستاذ بن عطية، احنا كنا نعاودو نرجعو للمستغانم، نلقاو الموسيقى الأندلسية، نلقاو الموسيقى البدوي، الموسيقى الروحية، يعني فيه عدة أنواع موسيقية حاضرة في مستغانم. اولا كيفاش راه التعايش ما بين هذه الانواع الموسيقيه في مدينه واحده اول شيء، ولا نرجعوا للموسيقى الاندلسيه. انا ما دبي نعرف، يعني في سؤالين، انا ما دبي نعرف لماذا مستغانم مقتربه اكثر من صنعاء والجزائر العاصمه، بدات الجزائر العاصمه اكثر من تلمسان، نشوفوا بلي في وهران فيه جمعيات او مطربين اللي متقربين من مدرسه تلمسان، في بلعباس نفس الشيء، ولكن في مستغانم يعني مدينة من الغرب ولكن متأثرة بالصنعة. نظن كان فيه سبب، يعني كاين سؤالين. نبدأ بالسؤال الأخير. والله سيدتي الكريمة حرشتيني، لأنه ما نملكش الجواب صحيح. هذه الحالة اللي ذكرتها ناتجة عن أمور أحداث صارت هذه قرون عند جدودنا وعند كذا اللي ما نعرفوهاش نجهلوا احنا، لكن احنا نبقاو نتخيلوا. قال مثلا انا واحد الانسان فنان كبير هنا في العاصمه في 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 مجال المسرح، قال لي هذا الحاله ناتجه لانه كاين تاثير تاع البحر الابيض المتوسط، مستغانم مينا وجزائر عاصمه مينا. انا نقول ثاني في التحليلات ربما كاين تقارب كبير، كاين قاسم مشترك في مجال الشعبي، الموسيقى اللون الشعبي ما بين العاصمه ومستغانم، هذا ممكن كان يأثر. زيدي الإذاعة زمان كانوا يبتوا يعني لون زيري، و فلربما سبب من الأسباب غادي نطرق ليه عندما نتكلموا على الشيخ تاع الموسيقى الأندلسية في مستغانم، كان تأثير يعني عاصمي، يعني الشيوخ من العاصمة هنا كانوا يعني يروحوا المستغانم أطروا. لكن ما نملكش الحقيقة. كان في أيضا شيوخة من تلمسان كانوا يروحوا المستغانم، يعني ما نظنش أكيد أنه أكيد فيه هذا هو السبب. لهذا السبب مدام نرجع للبيت اللي تركها لنا الشيخ العلاوي اللي ذكرته الساعة، في ذا المقام عجز فكري. أمين تاني كان سبب أن الشيوخ من العاصمة كانوا يجوا يقيموا حفلات في مستغانم. مثلا الشيخ بالحسين رحمه الله، الشيخ دحمان بن عاشور، كانوا هادو يجوا هادو أطروا باش الصنعة ولات في المدينة مستغانم. أون بليس الشيخ المولاي اللي تلمد رحمه الله، اللي تلمد في العاصمة
هو تما لي بصفه مباشره جاب الصنعه لمدينه موسى غانم. يبقى وجود موسيقى الاندلسيه قبل نظن. انا نظن في السؤال تاعك مدام انت مهتمه بالتاريخ يعني القرون السابقه. ما نقدروش نعيشوا بلا تاريخ. اكيد بارك الله فيك. على كل حال باش نجاوب هذا السؤال، هذه من نعم الاستقلال الحمد لله اللي رحنا حاضرين في هذه الحصه المباركه، في هذه الحصه الجميله اللي تفرض علينا نذكروا شيخنا مساكن، شيخنا الحبار اللي احنا والله ما نكسبوا الربع من الطاقات والكفاءات تاعهم اللي ما داوش حقهم في هذا الدنيا ولازم نذكرهم. شكون استاذ عطيه؟ دوك نقول لك، نتكلموا على الموسيقى الاندلسيه للشيخ القديمه في مستقبل. عندنا رؤيه واضحه في القرن العشرين من 1900 الى 2021 الى الان. طيلة القرن العشرين عندنا قراءة موثوقة إذا صح التعبير، لأنه فيه ثلاث مراحل في القرن العشرين، كاين 1912، كاين 1938، وكاين 1967. في 1912 تأسست من أقدم الجمعيات لحد الآن باقية على قيد الحياة، باقية على قيد الوجود، نادي الهلال لو سيرك دو كرواسون. في ذيك الفترة نتاع الثلاثينات الربعينات كان عندنا شيخ كبير سيسي بنطرية. هذا سيسي بنطرية التلاميذ، وعندنا وثائق وعندنا صور التلاميذ تاعو، مش كيما الحركة الجمعوية شبان ولا، كانوا كل عازفين طرب شعبي بهم بالشيوخ نتاعهم بهم المشايخ اللي كانوا يعني يخدموا ليالي ويخدموا، يمشوا يرفدوا عليه الأشغال الأندلسية. هذا شكون اللي كون هذا الحبيب سيسي بنطرية؟ والله ما نعرفي، لكن كاين مساهمة كبيرة وفعالة تاع استاذ كبير عملاق هنا عندكم في الجزائر العاصمه اللي ما يتكلموش عليه تماما. الا هو مانيش عارفه، هو محمد بن شريف، بن شريف في الاصل. هذا محمد بن شريف الجزيري، ازداد في 1902 وتوفى في 46. هذا محمد بن شريف للمتفرجين الاكارم اللي ما يعرفوش اللي يبغوا، وانا ندعك حتى انت ماذا بينا احنا اهل العاصمه اللي بحثوا عليه. إذن احنا ما دبينا من خلال هذه الحصه الجميله، عطيتونا الفرصه نذكروا هذا الشيوخ، باش هذا الشيوخ نذكروهم، وانتم احنا درنا تصريحات وانتم بحثوا. في 1930 تاسست جمعيه يقولوا لها السعيديه. هذه السعيديه كي تشوفي لي ستاتيو تاعها يقول لك جمعيه اندلسيه، معت جمعيه اللي كانت عندها ما بين الاهداف المنشوده دراسه ونشر الموسيقى الاندلسيه المحبوبه في مستغالي. هذه الجمعيه الاندلسيه السعيديه قادها الشيخ مصطفى بن حمو مصطفى المكني شيخ سيكا مع بلحول بالعجين. هذا بلحول بالعجين سيتي تان كرون موندولينيست، يخدم سليترا كيما سيمون في ذاك القيس، كيما سيمون تاعنا اليوم راه هايل. كان عنده واحد المستوى اش نقول لك. وجمعيه السعيديه حتى الناس في مصطلح حالين من تهضر لهم على السعيديه الجيل التالي هذا، لان في 1955 غيرت الاتجاه ورجعت جمعيه موسيقيه عصرية. وجمعية هذه السعيدية من أحسن الجمعيات اللي عرفتها مستقل من لحد الآن. في 1967 الحاج مولاي بن كريزي ربي يزاوده بالرحمة والمغفرة اللي ذكرها أمين حوكي، حل كون أول فرع موسيقى الأندلسية في جمعية نادي الهلال. 1967 هذا بعد الاستقلال، ولو بعد الاستقلال البلاد عرفت نهضه كبيره في الموسيقى الاندلسيه. نمشوا لتلمسان 64 الغرناطه، 64 في وهران النهضه، 68 نسيب الاندلس، 70 منصوره الى اخره، كانت نهضه كبيره. و73 هذا الفرع الموسيقى الاندلسيه اللي كونه الحاج مولاي احمد بن كريزي ربي يزاوده بالرحمه المغفره مره اخرى، قال نغيروا لي ستاتيو للقانون الاساسي ونديروها نادي الهلال الثقافي. وحنا كنا رافقناه نداك في المهمه، كانت جمعيه، هو يعتبر العضو المؤسس الرئيسي. شكرا استاذ بن عطيه، شكرا شكرا. استاذ بن عطيه عمل تجربه، عمل ثلاث مدارس
في نفس على نفس الخشبة، يعني مدرسة تلمسان ومدرسة الجزائر العاصمة والمالوف. كنا معه 2005. أنت شاركت أمين في هذا التجربة؟ الموسيقي. هل تظن أن هذا المدارس تقدر تكون عندها مستقبل مشترك؟ يعني يقدرون يخدموا مع بعض وربما تنخلق موسيقى أندلسية جزائرية ما فيش تلت مدارس. هل هذه الحاجة يعني مليحة أو ربما أن هذا يعني خلينا مع تلت مدارس هي ثروة يعني لنا؟ معلوم بيسك هي كانت في إسبانيا وكانت بالك يقولوا كان شيوخ والباحثين يقول لك كانت موسيقى نفس واحدة المنبع. مشتركة. تقول نفس المنبع هذا هو المبدأ. لهذا ماشي عيب باش المدارس الثلاثة يتلموا ويخدموا مع بعض. وش رأيك الأستاذ بن عطية؟ على كل حال بضبو لصفي لا ديفرسيتي توجور كونستيتيو اون ريشاس. كاين المحافظين وكاين المهملين كما يقولوا الى صح التعبير. عند المحافظين ماذا بينا المدرسة التلمسانية تبقى على حالها، المدرسة العاصمية تبقى على حالها، ومدرسة القسنطينية تبقى على حال. لكن أكيد تقول لي إذا ممكن نجمعهم. أنا نذكرك بلي كانت في الماضي في ماضي قريب تجربة على عاتق وزارة الثقافة. كان الجوق الوطني تحت قيادة الأستاذ قرباس اللي نسلموا عليه إلا كان في الاجتماع. أنا كنت من المناصرين تحت هذه المبادرة. وراه المشكل إعلام الجزائر نبدا بمصدر تلمساني ونخدم درج تزيري ونخدم مصراف قسنطيني وخلاصات. وراه المشكل هذا اعلام موسيقى عندها نفس القاسم المشترك نفس النصوص الشعريه. انا بالنسبه لي ما نراش، لكن نحترم الأسرة تاع المحافظين. نتقبلوا كل الآراء. ولا سيما كي نعرفوا حنا المصدر والبطايحي والدرج الإيقاعات يتغيروا في المدرسات التلمسانية في المدرسة العاصمية نفس كي تعرفي هذا المشكل. وراه المشكل المتفرجين راهم يسمعوا. الشيء المهم في الشيء هو الودن. عندما الودن تتقبل كل شيء ممكن. أمين تأديت عدة مدارس ولا غير حاولت باش يعني أنت كي رسلت لنا التسجيلات كان بعض الموسيقيين قال لك عنده صبغات من مدرسة تلمسان. لأن نأدي الموسيقى الحوزي ونسمع بزاف شيوخ ونقيم حفلات للتلمسانيين تاني. لهذا حبوك في تلمسان. عندك الصبغة التلمسانية شوية. شكرا شكرا أستاذ بن عطية، شكرا أمين. رايحين احنا لحقنا لآخر هذا العدد. الوقت راه يجوز بالخف، راك تشوف أستاذ بن عطية كيفاش الوقت يجوز بالخف. راح تقدم لنا آخر برنامج اللي هو سيدي بالقاسم. أستاذ بن عطية آخر كلمة لهذا العدد. تجدني في هذه الساعه بدات نصيب من الابيات ديوان بالخلف بتبات وين يطلب ربي فيها ويقول لا تسلم فينا والضايرين بينا جميع من يرضانا بالقلب والجوارح الدارقين علينا واللي يشوف فينا ينتبه لفعلنا ببصار اللامح في ديار الجنه نسكنوا قصور زينا كل من يتمنى من كل طيب فتح ما ننساش الجنود الخفاء اللي راهم سهرين على نجاح هذه الحصه بدون ما ننسى اللمسه المرصه للانسه ولد موسى على اله العود كما نسلم العلامه الكاميره للسيده ليلى كبير لانها يظهر لي حسب رايي حسب النظره تاعي كسرت نوع من الطابو بحيث اول مره في حصه من هذا الحجم تريست في فرقه مختلطه. هذا الشيء جميل وانا نعرف القيمه المعنويه والفنيه تاع هاد النسوان اللي ذكرتهم لانه راكي شرتي ليها سابقا. حنا في ولايه مستغانم على مستوى جمعيه الفن والنشاط كنا سباقين اول اسسنا اول جوق نسوي
تحت قيادة لحد الآن منذ 25 سنة 4 قرن السيدة صابرين إن شاء الله ربي يبارك لها نحييها وربي يبارك لها في كل ما أعطاها في كل ما أعطاها. وفي الختام من سي أمين الحوكي نقول له أمام المتفرجين تاع الحصة أمين عندك كل ما يستحق الفنان صوت جميل تحكم في الآلة فعليك بالرؤية المستقبلية وبالعمل باستمرارية طاعة الشيخ وحنا هادو اللي وصلوا لنا هاد الطورات ندعو لهم ربي الله يرحم من مات وخلى الفتاة المذكور في القبر خير من المنسي في الحياة. شكرا أستاذ عطية أمين آخر كلمة. نجد التحية لك سيدة ليلى نقول لك يعطيك الصحة الله يعطيك الصحة وركيت كنت تحيي في الأصالة وتحيي في الفن وراكي أن بلوس للفنانين يعطيكم الصحة وإن شاء الله نقولوا ربي يرفع هذا الوباء علينا إن شاء الله إن شاء الله يا رب. شكرا لكم أعزائي المشاهدين في انتظار عدد جديد من برنامج جاك نقول لكم شمس النهار بالليل تغرب وشمس القلوب ليس لها مغيب سلام عليكم شرف الله قدركم شكرا. نستفتح بالكريم نبدا بالاسم الدايم سيدي بالقاسم لله غرى وجودي يا مو لام الزغرى حبك في صميمي يا بالخاف يا قايم سيدي بالقاسم يا عز الروح في الصدر أم العيان لله غرى وجودي يا مو لام الزغرى للكمالي سعدي من فضلكم ميصول هلكوني شاط وحوالي ويحلي يدخل فضول رجال الله كل ولي تهلكوا من فينا يقول تهلكوا يا رجال الله شيطان بنادم سيدي بالقاسم يغرق في الذل والغبينا طول الزمان انت تما وكيل
لك من فينا شات سيدي بالقاسم نتوسل بيك يا وليد النبي العدنان لله غار وجودي يا مو لامس الشيخ ما نهانو من أداهم مشى معاد يجزي بعد الغيار حزنو من جل قبته يخمم أخديم الصالحين يبغي من غير محارم سيدي بالقاسم حشى الله في حماكم ولا ننهان غيتو قدور بن سليمان متهولها من قصادكم يبقى حيران نستفتح بالكريم نبدأ بالاسم الدايم سيدي بالقاسم أعطف عني وجودي يا ملام الصغران أعطف عني يا مولى مزرع بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. لا إله إلا الله، سطوة عظيمة جت الحباب غنيمة يا بابا، جت الحباب غنيمة يا سيدي. عملفنا في خوانه خالي إيمانه، هداك ضيع زمانه يا بابا، داك ضيع زمانه يا سيدي، داك حطه وحسانه حدو لسانه، جح غرسه وجنانه يا بابا، جح غرسه وجنانه يا سيدي. وقته وحياته وعظام ماته مع تشروط صلاته يا بابا، مع تشروط صلاته يا سيدي، من لي جالس عالم والقلب سالم، ما تحزنيه غنايم يا بابا، ما تحزنيه غنايم يا سيدي. جالس ذاكر والقلب حاضر، دايم إيمان وقاصر يا بابا، دايم إيمان وقاصر ها سيدي، ما لا ذكر ما ذكر موحال يجبر، لا تشاركوا في ميمر يا بابا، لا تشاركوا في ميمر ها سيدي. ملفنا ما فينا ما شاف معنا، اش حطوا في السنه يا بابا، اش حطوا في السنه يا سيدي، ملا دخلها نادم الخير عادم، ما ريت مثلو هايم يا بابا، ما ريت مثلو هايم يا سيدي. لا اله الا الله، سطوة عظيمة جت الحباب غنيمة يا بابا، جت الحباب غنيمة يا سيدي. اللي قصدنا وتبعنا للخير يودنا، راح قصروا في الجنة يا بابا، راح قصروا في الجنة يا سيدي، اللي اذكرنا في مجلس موحال يفلس، صار بينا متأنس يا بابا، صار بينا متأنس يا سيدي. Thank you.
يعرف في قوالي مسكين خالي واش يعرف في حوالي يا بابا اش يعرف في حوالي يا سيدي انا عليهم غالي ربي عطاني مقصد فيهم فاني يا بابا مقصد فيهم فاني يا سيدي عوني وحسبي الشافع هو طبي يا بابا والشافع هو طبي يا سيدي عليها ربي صلى والسلام يتلى للألي والصحاب جملة يا بابا للألي والصحاب جملة يا سيدي لا إله إلا الله سطوة عظيمة جت لحباب غنيمة يا بابا جت لحباب غنيمة يا سيدي لا إله إلا الله سطوة عظيمة جت لحباب غنيمة يا بابا جت لحباب غنيمة يا سيدي جمال الذات محمد الهادي صفات كنزي وعتمادي حال الممات جعلته زادي عند السؤال عند السؤال يقول أنا لها رد الأصال سلم على طه